السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال يا شباب؟ رجعنا لكم مقطع جديد. مقطعنا اليوم اللي راح نفتح لمات حدث القراصنة بسعر 500 تيكت. زي ما احنا شايفين معاي 13,034 تيكت. فقبل لا ابدا المقطع فتحت لاما بالغلط، فكان حظي فيها حلو. اجاني اللي هو الفخ الجديد المدافع، وجاني الاوتلاندر الذهبي من لاما وحده. فراح نفتح ان شاء الله في هذا المقطع جميع التيكت اللي معانا اللي هو 13,000. خلينا نشوف كم لاما راح نفتح فيهم. فطبعا من بداية الحدث لما اجى معانا ما فتحت اللامات القديمة، كنت اجمع لهذا الحدث. فزي ما احنا شايفين 26 لاما راح نفتحها، وان شاء الله اني اقدر احصل جميع الاشياء اللي موجودة معانا من هيرو من اسلحة. فبسم الله وبنبدأ في التفتيح. فشو راح يكون حظنا؟ فاكتبوا لنا حظكم في التعليقات، هل كان معكم حلو او مش حلو. فبنمر على الاشياء الخضراء وبنشوف الاشياء الزرقاء. ف28 لاما راح يكون اوكي حلو بالبدايه، كونستراكتر ذهبي. فشكل الحظ من البدايه، يعني لما يكون الحظ من البدايه حلو راح دائما بتشائم منه انه راح يكون سيء معانا. اوكي هون من البدايه كلياته ازرق معانا، فشكله راح يكون معانا. اوكي هون راح ناخذ الاوتلاندر. اوكي هيك صار عندي ذهبي وابك. اوكي ديفندر، خلينا نشوف اللاما اللي بعدها. اوكي يا رب. طبعا ما بعرف انا بالنسبة للار بي جي هي راح تيجي من اللامات او يعني راح تنزل في كويست او راح تنزل في السوق. فراح نشوف، هون عندنا سنايبر، هون عندنا السايف، فنروح ناخذ السايف في البداية. اوكي وان شاء الله انه زي ما حكوا الشركة الاشياء ما راح تتكرر معانا في تفتيح اللامات. وراح نشوف هذا الشيء من ال 28 لاما راح نفتحها امامكم. اوكي اوكي السنايبر حلو، يعني اختيار موفق، اخترنا السايف اجانا السنايبر. احنا بدنا الاشياء الذهبية تجينا. حلو حلو، المهاجم والمدفع الفخ كمان اجاني. حظ حلو. اوكي المهاجم اجاني والمدفع الفخ الجديد كمان ذهبي. حلو صار عندي اثنين. راح نشوف انه افضل بيركات، ممتاز جدا. اوكي الرشاش والمدفع الفخ الجديد ايبك كمان حلو. الله الحظ يعني مبين حلو ما شاء الله. طبعا الحمد لله حظنا حلو في تفتيح اللامات. اوكي ازرق. اوكي سيرفايفر حلو حلو حلو، المنجل ذهبي ممتاز جدا. اوكي اوكي الرشاش ايبك، يلا بدنا اياه ذهبي الرشاش نشوفه. طبعا الرشاش نص آلي راح يكون، اللي هو الضغط بالار 2 راح يكون. راح نشوف تجاربه، يعني كل الاسلحه ان شاء الله مع الهيرو كلياته حننزلكم اياه في التجارب. اوكي حلو حلو حلو، النينجا ذهبيه ما شاء الله. يعني اكيد بيكم راح ينصدم من الحظ، لكن هذا هو اللعبه فيها الحظ. يعني انا حظي ماشي معاي الحمد لله، ماشي معاي في الطريق السليم. اوكي يلا ذهبي ذهبي ذهبي. اوكي ما بده يجينا الرشاش ذهبي، كلياته ايبك. يلا نفتح اللاما اللي بعدها، ولسه باقي معانا 15 لاما، يعني العدد حلو وممتاز. في المدفع ايبك، شو هون راح يخيرنا؟ راح يخيرنا بين الكونستراكتر، راح يخيرنا بين النينجا. طبعا يجونا ثنتين ذهبيات، فايش نختار؟ نختار النينجا مبدئيا. راح يكون عندنا ذهبي وايبك. اوكي اللاما اللي بعدها نشوف. طبعا الار بي جي الكل قاعد بيقول لي فتحنا لامات كثير وما اجانا، فعلى ما اظن انه الار بي جي يعني موضوعها صعب او انه مش من اللامات بتيجي على ما اظن. فخلينا نشوف. حلو الرشاش ذهبي اجانا، ممتاز جدا حلو حلو. اوكي يلا باقي 12 لاما معانا، علينا نشوف. اوكي ديفندر، اوكي حلو المطرقة.
ما جاتناش. سيرفايفر تمام 100%. طبعا زي ما انت شايفين سيرفايفرات الايبك يعني ممتازة للناس اللي في بدايات اللعبة، راح ترفع ليفلهم يعني، ممتاز جدا. اوكي عندي الاشياء الزرقاء، بنوقف خلينا نبطئها شوي معاكم. حلو الفخ الجديد. اوكي المهاجم مرة ثانية اجانا ذهب، بس حلو ممتاز يعني، هيك بنقدر نحطه في الكوليكشن. الله ممتاز. طبعا تفريم التيكت لا تنسوا انكم تفرموا تيكت في المهمات الموجودة تبعت البيتا اول في اول، عشان تحصلوا على تيكت بسعر اللاما 500 يعني، بتقدروا تحصلوها بكثرة. اوكي السنايبر، طبعا السنايبر ما اجاني الا الان ذهبي. اوكي يلا نسرع عند الازرق ونوقف. اوكي فخ الثلج، اتلاندر ديفندر. اوكي الكونستراكتر ايبك، حلو اخترنا النينجا، سبحان الله رد جانا ايبك كونستراكتر، يعني الحظ ماشي معنا الا الان، الحظ حلو ماشي 100% زي ما بدنا وزيادة. اوكي اللي بعده، يلا 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 ذهبي ذهبي ذهبي. اوكي حلو البيست الذهبي كمان ممتاز. حلو حلو الحظ. اوكي اللاما اللي بعدها، اللاما اللي بعدها، يلا يلا اعطونا اشي اشي هيك يفرح القلب. اوكي المهاجم ايبك، حلو باقي معانا هيك 6 محاي 7. خلينا نفتح ونشوف. اخضر اخضر، اوكي الازرق اجا. اوكي المدفع، ديفندر، سنايبر، المطرقة، المطرقة ما اجتنا ذهبي الى الان، فان شاء الله اكيد مع تفتيح اللمات يا بتجينا، يا اما مع التفريم ونفتح التيكت اكيد حنحصلهم كلياتهم. فحاولوا انكم تحصلوا كل شيء، حاولوا انه كل شيء يكون عندكم منه، حاولوا انكم كمان تحصلوهم وتلزقوهم في الكوليكشن عشان ترتاحوا من الكوليكشن فيهم يكونوا عندكم. حلو ممتاز جدا المطرقة والشاكوش اجانا باللون الذهبي، حلو حلو حلو. اوكي يلا يا رب يا رب اخر لمات يكون فيها اشي فرح القلب. طبعا انا الحمد لله راضع بالاشياء اللي جتني يعني، كلياتها اشياء ممتازة. حلو البستول ايبك ديفندر. اوكي يلا اللي بعدها، يلا بسم الله، يلا هنشوف شو راح يجينا. اوكي مبطئ هون. اوكي الفخ، حلو. اوكي يلا ممتاز جدا، ذهبية بنحطها في الكوليكشن، ممتاز جدا يا رب. اوكي الازرق، سيرفايفر، فخ، مهاجم، المطرقة، ديفندر. اوكي ممتاز، باقي معانا اخر لامتين يلا يا رب. طبعا الار بي جي شكله فعليا ما بيطلع من اللامات، شكله فقط او يعني له من السوق الاسبوعي او من هيك فقط بيطلع معانا. اوكي الرشاش مش راضي يجينا ذهبي، ولا السنايبر على ما اظن، على ما اظن اجانا الرشاش ذهبي لكن السنايبر ما اجاني. طبعا نسيت عن الاشياء اللي جتني مش ذاكرها. طبعا هسه بعد ما نخلص تفتيح لمات بنروح على الكوليكشن ونشوف الاشياء اللي اجتنا. يا رب يا رب يا رب. اوكي المهاجم مرة ثالثة رد اجانا ذهبي، وبعدين مع المهاجمين. اوكي هيك بكون فتحنا اللمات كاملة، فهيك خلص 34 تيكت معانا. فخلينا نروح على الكوليكشن بوك، نروح على الكوليكشن بوك. اوكي الكوليكشن بوك حصلنا جميع الهيرو زي ما احنا شايفين امامنا، كل الهيرو محصلينه. طبعا الاوتلاند او الكونستراكتر الميثك حاط عليه فيفرت، فعشان هيك ما بنقدر نحطه هون. فزي ما احنا شايفين كل الهيرو حصلناهم، طبعا هذا الهيرو من السوق الاسبوعي كمان ما حطيت عليه فيفرت، فعشان هيك طالع عندي اني الصقه. فخلينا نروح على اللي هو الاسلحة، خلينا ننزل على الاسلحة ونشوف شو اللي حصلناه واللي ما حصلناه. طبعا اوكي حلو الرشاش حصلناه ايبك وذهبي، البستل حصلناه ايبك وذهبي، السنايبر حصلناه ايبك ما حصلناه ذهبي. بالنسبة للار بي جي ما بعرف، يمكن تنزل مع تجديد السوق
الاسبوع الجاي ونحصلها، لكن من اللامات ما بعرف اذا حدا فيكم اجته الار بي جي من اللامات، يا ريت تكتب لنا في الكومنتات. المطرقة ايبك وذهبي، السايف ايبك وذهبي، فيعني حظنا كان حلو في تفتيح اللامات. فاكتبوا لنا في الكومنتات كيف كان حظكم في تفتيح لامات القراصنة. هيك كون وصلنا لنهاية المقطع، اتمنى من كل واحد بيتابعنا الى الان لا تنسى اللايك، لا تنسى الكومنت، واذا حاب تدعمنا لا تنسى كود الايتم شوب. يعطيكم الف عافية، ومنشوفكم في مقاطع جديدة ان شاء الله.